أشادت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية بالشكل الرائع للبث التلفزيوني الخاص بمباريات البطولة بعد انطلاقها رسميا بمواجهتين في المجموعة الأولى. وأوضحت اللجنة أن شركة بريزنتيشن سبورت المسؤولة عن البث التلفزيوني قدمت شكلا رائعا بعد استعانتها بطاقم برتغالي وآخر من التلفزيون المصري، وأظهرت الشاشات صورة فائقة الجودة في عملية النقل التلفزيوني تضاهي كبرى البطولات العالمية، لتؤكد الشركة تفوقها في مجال الإنتاج والنقل التلفزيوني بعد مباريات السوبر المصري وكأس الخليج العربي ومباريات المنتخب المصري الكبرى.